التوفيق والنجاح يا رب العالمين. أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة ومحبة من هنا ومن على أرضية هذا الميدان وفي هذا المهرجان والمعترك الكبير من جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن لنسخته الثامنة لعام 2023 بدعم سخي وكبير لهذه الرياضة الغالية على قلوبنا جميعا. شكرا لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، شكرا كذلك لسمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظهم الله ويرعاهم من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. الشكر لنادي الإبل، كذلك نشكر شركاء النجاح دائما وأبدا الاتحاد السعودي للهجن. هكذا وعلى بركة الله وتوفيقه أيها المشاهدون الكرام، أعلنت شارة البدء والانطلاق لأول أشواطنا المسائية لثالث أيامنا متواصلين بحضراتكم مع انطلاقات وتحديات سن الحقائق. 4 كيلومترات هي الحكاية والرواية الحاضرة المتواجدة بين أقطاب وأركان هذا الميدان. نسير ونبحر بحضراتكم لنتابع وتتابعون أول العناوين، أول الأسماء المندفعة في هذا الشوط. مقدمة الشوط حراقة بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود بقيادة إحدى الخبراء، هنا راشد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري. من يتابع لنا حراقة مع مقدمة الشوط ومع الصدارة ومع البداية. المركز الثاني أتابع من الجانب الآخر، حضور وتواجد هنا هقوى أو هنا الحاضرة والمتواجدة مشاهدينا الكرام سمحة راشد بن خميس بن جمعة بن الويقص السويدي مع المركز الثاني مقدما لنا سمحة، والمركز الثالث من الجانب الآخر شعار بن أيار بن عبد الله بن عايض بن شويل العامر مع الجزيرة متسللا من الجانب الآخر. المركز الرابع مشاهدينا الكرام رابع الأسماء حمد بن محمد بن جابر العاضل المري مع سيوف، واللي على المركز الخامس هكذا نتابع وتتابعون الأسماء. هنا نسايم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود بقيادة سعود بن محمد بن فهد الرزق العجمي بن بيشان. من يتابع لنا نسايم والمتسللة في هذه اللحظات، وصلت مسلية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود بقيادة حمد بن محمد الغفراني المري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء إلى فاضل، هكذا هي الأسماء المتقدمة، هكذا هي الأسماء الماسية الباحثة عن النوماس وعن المجد التليد وعن الانتصار. البداية والصدارة مشاهدينا الكرام غيرت نسايم، غيرت بدورها نسايم نسايم نسايم، غيرت مع الصدارة مع البداية. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، واللي من الجانب الآخر بدورها تتسلل الجزيرة ابن أيار بن عبد الله بن عايض بن شويل العامر مع الجزيرة والقادمة في هذه اللحظات. وصلت يا أخواني مسلية على المركز الثاني، من تحت المركز الوصافة في هذه اللحظات بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. اقتربت الأسماء في هذه اللحظات، اقتربت الشعارات، وصل العرض، وصل في هذه اللحظات مع سيوف مع لائحة الكيلومتر الأخير. طارن الحقائق طارن، اقتربت الأسماء، الكل يتقدم إلى المراكز الأمامية إلى الصفوف الأمامية بحثا عن الانتصار بحثا عن الفوز
جواز وقت ناصي أول أشواطنا في هذا المساء. الجزيرة الجزيرة تقود الأسماء. هنا شعار بن بنيان بن عبد الله بن عايض بن جويل العامر يتقدم متسللا. الأسماء مع الجزيرة الجزيرة وصلت هجن المرقاب وصلت هيبة والقادمة في هذه اللحظات نسايم اللحظات الأخيرة سيوف بدأت تفرق الصفوف بحثا عن صدارة هذا الشوط. لكن الجزيرة أداء وشكله لون وحون ما شاء الله على الجزيرة. بطلة متوجة مع أول أشواطنا في هذا المساء. بنيان بطل في هذا الميدان بطل يأتي بالأداء الفنان. بنيان بن عبد الله بن عايض بن شويل العامر السلام إلى أبناء نجران. تهانينا وألف مبروك لبنيان بن عبد الله بن عايض بن شويل العامر مع الجزيرة المتوجة البطلة المتوجة بأول أشواطنا في هذا المساء. المركز الثاني فكان الحضور محمد بن محمد بن جابر العاضي المري مع سيوف. والمركز الثالث الحضور مع شعار سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي مع وصفة على المركز الثالث. والمركز الرابع رابع الأسماء شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود مع نسايم. وخامسا خامس الأسماء مشاهدينا الكرام هجن المرقاب مع هيبة. هكذا كانت الخماسية. نعود بحضراتكم لنتابع التوقيت الزمني ولحظة وصول الجزيرة 6:09 96 جزءا من الثواني. تهانينا وألف مبروك لبنيان بن عبد الله بن عايض بن شويل العامر مع الجزيرة البطلة لأول أشواطنا في هذا المساء. ثانيا سيوف وتوقيتها 6:11 40 جزءا من الثواني. تهانينا والنماس لحمد بن محمد بن جابر العاض المري المركز الثالث. وصفة 6:11 50 جزءا من الثواني. تهانينا والف مبروك لسعيد بن احمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي. وخامسا نسايم رابعا عفوا نسايم وخامسا هيبة. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء كانت نتيجة اول اشواطنا. الجزيرة بطلة ومتوجة لأول أشواطنا مع الحقائق البكار. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء متواصلين بحضراتكم وفي قادم الأشواط كل التوفيق لجميع الأخوة المشاركين. شوطنا القادم أول أشواط القعدان الحقائق بصوت الزميل سلطان بن يحيى العطوي واصفا ومعلقا على شوطنا القادم.